نعم النبي عليه الصلاة والسلام ميت لا ينفع ولا يضر. نعم عائشة تسير في الدنيا معصومة ولا غير معصومة؟ معصومة، لا يوجد بشر معصوم. جيد، لا يوجد، يعني ممكن، يعني ممكن تزني، ممكن كل شيء تسوي، صح؟ لا، حاشا لله، حاشا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله لن يختار زوجة سوء لنبيه. ما هو الله قال في الكتاب انه من الممكن ان تأتي بفاحشة. ممكن تأتي بفاحشة؟ انت الان تقول لا، وين هذه الشيء؟ ما تدرون، يعلمونكم بس آيات الحب والغرام، ما يعلمونكم آيات الطق والحديد، ما يعلمونكم. لا، أريني يا شيخ، أريني، يعني الله قال بأن زوجات النبي يمكن أن يفعلون الفاحشة. أي يا نساء النبي من يأتي نعم. من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. من يأتي؟ أي، ولكن لم تفعل. لا، لم تفعل. هذا تهديد، هذا تهديد يا شيخ. نعم، هذا تهديد بأنها من الممكن أن تفعل. فهذا نعم. أنت اللي قبل قليل نفيته، أنت هذا أصلا نفيته، أنت قلت أصلا من الممكن تفعل ماكو، يعني نفيته، تفتهم؟ نعم. فأنت الآن صحح أن عائشة من الممكن أن تأتي بفاحشة. ممكن، نعم، سأمشي معك في هذا الطريق. نعم. لا، ما كنت أمشي معي. إذا تريد أن تصل إلى ماذا يا شيخ؟ لا، إذا عندك رد، رد علي لو سمحت، تفضل. أنا هذه الأيام لا أعرف تفسيرها. ما تعرف، لا أعرف سبب نزولها، لا أعرف أي شيء، لا أستطيع أن أحشك، لا أعرف. أنتم تقولون، أنتم تقولون كلاوات القرآن واضح وتفسيره واضح وعربي ونزل بلسان عربي وهذا، وهالكلاوات اللي تمشوها على الشيعة. هل أنا صار الصعب الآية؟ آيات محكمة. هل أنا هذه ما هي واضحة؟ يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وش بيها بعد؟ يحتاج إلى شيء. بالفاحشة المبينة يا شيخ، اشرح لي الفاحشة المبينة، ماذا قصد؟ شنو الفاحشة المبينة؟ ما هي الفاحشة؟ أنا أسألك. أنا أسألك يا شيخ، أنا كل شيء، أنت صاحب علم. كل شيء يدخل بعنوان الفاحشة، من الكلام إلى حد المكحل بالهذا والهذا. تحبون هاي السوالف أنتم؟ على قولة عائشة، خلينا نتكلم بلسانها. من الكلام، من الرفث، من قول الخب، من الكلام السيء إلى الختان بالختان، كما قالت عائشة. هذا كله يدخل في ماذا؟ في معنى الفاحشة. فعائشة ممكن تأتي بكلام فاحش، وممكن أن تأتي بختان بختان، ختان بختان. هذا كله مفتوح لها، يعني ممكن تفعل أي شيء. يا شيخ، يا شيخ، يا شيخ، يا شيخ، ابقى معي في الآية، في الآية، لم نخرج من الآية. يا شيخ، هل عائشة يمكن أن تتزوج مع شخص بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الآن هذا نقاش ثاني. إحنا أولاً لا، هذه في نفس الآية. هذا نقاش. الله قال أزواج النبي أمهات المؤمنين. أي نعم ممكن. أي نعم. عائشة أن تتزوج مع شخص بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم ممكن تتزوج. ممكن. الله قال لا يا شيخ. الله قال لا. إذا كانت تعترف. هذا إذا كانت تعترف بالله. إذا ما تعترف بالله تتزوج. وإن قال الله لا تتزوج، شنو يعني؟ لأن رديت عائشة كافرة يا شيخ، زيادة وقلنا زيادة زيادة، شنو؟ سالمي؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ، أنا والله عندي، أنا بالنسبة لي يا شيخ، اسمعني يا شيخ؟ نعم أسمعك. أنا بالنسبة لي أنت شيخ ضلال يا شيخ. شيخ ضلال والعلم والله العظيم شيخ ضلال. وتعلم لماذا يا شيخ؟ اتصلت عليك مؤخرا في مسألة خلق علي الحول، ما تقدر ترد، لأن الآن تبين لك أن عائشة من الممكن أن تأتي بفاحشة. أقول لك يا شيخ بأنك حقا شيخ ضلال بالنسبة لهذه المسألة، تستدل بأن الأنبياء عندهم وجه. الآن قفزت، أنت قفزت على علي، خلاص شكرا لك، اعطيناك هو مجال، خلاص. ناقشت من كتب الموحدين السنة، من قرآن السنة، من النبي عليه الصلاة والسلام، وما قدر يدافع عن عائشة. ضيم، هذا ضيم، مصيبة، هذا كارثة، معناها اكو مشكلة لازم يتلاقولها بسرعة بصراحة، يعني لازم بأسرع وقت يصير حل، لازم.
نقاش من كتب السنة بأهل السنة بقرآن السنة تبين أن عائشة من الممكن أن تزني بالرجال، مو الرجال يزنون بها، لا الرجال ما يقدرونها، هي لازم من الممكن أن تزني بالرجال، فما قدر. يقول أنت شيخ ضلال، مع العلم النقاش من كتب السنة، الحمد لله ناصر السنة بأهل السنة، حافظ السنة بكتب السنة، كله بكتب السنة.